اللقاء هنا في سيول، هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة المجموعة الأولى لآسيا المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل. هنا أمامنا الاستلام، كان مساند كيم يونغ وان، كرة عرضية خطرة، هي دي الكرة اللي بيعتمد عليها المنتخب الكوري، هي دي الكرة اللي بيعتمد عليها المنتخب الكوري عشان يسجل منتخب كوريا أول أهداف هذه المباراة بعد هذه الكرة التي لعبت، وطبعا من اللعب كيم يونغ وان، لعبت حلوة أو من كيم جونغ وان، أكمال حاول في اللقطة الماضية وجودايف، وأمامنا هنا تشو كانغ هي، أكيد سعيد بأول أهداف هذه المباراة، الهدف للمنتخب الكوري الجنوبي، وضربة رأسية كانت رائعة من جانب اللاعب سون. هنشوف أمامنا في الإعادة، أدي أمامنا الكرة ملعوبة حلوة أوي الحقيقة من كيم يونغ، وأمامنا المدافع، ده المدافع اللي حطها في مواقف خطأ زي ما عملها كيس وانغ يونغ، أمامنا هنا يعملها المرة دي المدافع أكمال شورخ مادوف، أمامنا هو اللي يضعها في المرمى رقم 23 أكمال.